طيب حاضر. طيب احنا قلنا ادي الميكانيزم اوف اكشن حلو ووحش اهو، والانديكيشن مفاصل وبره المفاصل، الاي في سايكلوفوسفامايد، وتخلي بالك من الايديال بادي ويت مع الناس الاوبيز او عندهم نفروتك سيندروم. ثلاث حاجات مهمين، السي بي سي والكونتراسبشن والبلادر. ازاي تحمي البلادر يا دكتور من الهيموراجيك سيستايتس؟ طبعا الميكانيزم الديبوزيشن للاكرولين، ده كلام كويس. هنا بقى يا دكتور ازاي تحمي البلادر لما مريض هيدخل في هيموراجيك سيستايتس؟ يلا مين يقول لي؟ المزنة يا دكتور. كويس، هو هنا اول سؤال انا هحطها هنا في النص، المزنة. ماشي، ايه تاني؟ نقول عينة جود هيدريت افضل، باك وهي ايوه البروبر هايدريشن، صح، ان المريض اساسا يمشي على الاي في ما يمشيش على الاورال عشان الكيميوليتيف افكت في الاورال، لكن في الاي في اقل من الاورال، صح. طب رقم ثلاثة تقول المريض ايه؟ frequent urination. طب هو ما مش هيعمل urination especially في اللي عنده هارت فيلير، يعني المضخه تعبانه او المصفى بايظه، اللي عندهم رينال فيلير تديهم فروزامايد. واحده واحده بقى يا دكتور، ايه البروبر هيدريشن ده؟ انا عايزك تكتب لي ريجيمن في الاي في يا دكتور، لما تقول للمريض احنا هنديك اي في سايكلوفوسفامايد وعشان نمنع ظهور الدم في البول لازم تاخد بروبر هيدريشن. طب وانت جايبه المستشفى للاي في وحجزه، جرعات الهيدريشن كام؟ يلا مين يقول لي يا دكاتره؟ ها انت بتكتب ريجيم للدكتوره اللي هي او للنيرس، اسف معلش. بص يا دكتور، لتر من مين؟ نورمال سلاين. بس خلي بالك ان اساتذتنا في الاي سي يو، في الاي سي يا دكتور خلي بالك، يحبوا مين تاني غير النورمال سلاين؟ برافو عليك، رينجر لاكتيت. ليه؟ لانه بيمشي في حاله. دول ياخدهم امتى يا دكتور؟ قبل الانيشيشن للسايكلوفوسفامايد. طب اخد السايكلوفوسفامايد تعمل ايه انت بقى؟ تدي له 500 من النورمال سلاين كل 6 ساعات لمده 24 ساعه. الكلام ده على فكره زي اسمك ما فيهوش هزار، فما تجيش تكتب لي سايكلوفوسفامايد كده وتسكت، مش هينفع الكلام ده. خلي بالك من كلمه بروبر هيدريشن دي. طب افرض المريض بيشرب وبياخد السايكلوفوسفامايد اورال، يعمل ايه؟ مش اقل من 2 لتر من الميه في اليوم. ده كلام كويس، الريجيم مع الاي في مهم. نروح للميزنه بقى يا دكتور. يلا يا سيدي، ايه رايك بقى جرعة المزنة ونديها ازاي؟ مين شاطر يقول لي؟ مش واخد بالي يا دكتور والله من الكلام، بس قول لي كده. ها ايكوال جرعة دوز المزنة. بتاعت السايكل. طيب انت قدامك سكتين يا دكتور، بص، يا اما راس براس مع السايكلو والصماد، يعني كتبت 1 جرام سايكلو تكتب 1 جرام مزنة، يا اما في ناس بتوع الانكولوجي بتديها 60%. بص والله العظيم بالنص، بتوع الهيماتولوجي بيضحكوا علينا لما ندي نص جرام سايكلوفوسفامايد وتنك كاتب نص جرام مزنة، يقول لك ايه التهريج اللي انت بتعمله ده؟ نص جرام اصلا سايكلوفوسفامايد مش هتعمل حاجه. قول له لا انا عايز امشي على البروتوكول عشان الميديكال ليجل. هنا السؤال بقى، تدي المزنة ازاي؟ الاحسن يا دكتور وحسب الجايد لاينز تلت وتلت وتلت، تلت قبل السايكلوفوسفامايد وتلت معاه وتلت بعده، بح خلاص. طب بص، طب ايه رايك بقى في الاورال ميزنا يا دكتور؟ يلا مين يقول لي؟ بص يا دكتور طعمها وحش جدا، الايفيدنس بيزد ميديسن ليس لها لازمه، ما تزعلش مني، مكتوب في الاب تو ديت وابعتها لك. طيب يبقى دول اهم 3 سايد افكت انت واخد بالك منهم. طيب وبعد كده قول له بقى في حاجات ريموت سايد افكت، زي مين يا دكتور؟ زي مين؟ يزود الانسيدنس اوف انفكشن، شاطر، مالجنسي، برافو عليك، واشياء غير متوقعه، يعني بص يا دكتور نيومونايتس وانترستيشال بالمونري فايبروزس، ماشي، تخيل ان ليه كاردياك سايد افكت، والثالثه يملى الجسم ميه. يبقى عشان اوعى تنسى السايكلوفوسفامايد في حياتك، اول ما يجي لك المريض تخلي بالك من 3،
وماشي اقول له لازم تفكرني بالثلاثه دول عشان تخلص. بس الثلاثه الاولانيين سي بي سي يا دكتور، الهيموراجيك سيستايتس، والثالثه كانت ايه؟ كونتراسبشن. برافو عليك. طيب انكريز انسيدنس اوف انفكشن، من المعروفه، من المعروفه يا دكتور، شاطر، برافو عليك. قول لي كده، اي مريض يا دكتور، اي مريض يمشي على سايكلوفوسفامايد او بريدنيزولون اكتر من 20 مللي جرام، او عندهم انكا اسوسييتد فاسكولايتس. انا بقى الكلام ده مهم، الكلام ده مهم يا دكتور. ام قال لك ايه بقى؟ لازم نعمل بروفيلاكسيس اجينست مين؟ شاطر، البي سي بي نيمونيا. احد الدكاتره سالها لي من 3 شهور، بس انا ما خدتش بالي من الشات اسمه ايه، قال البي سي بي نيمونيا البروفيلاكسيس بتاعتها. قلت له والله هقولها بس لما تيجي وقتها يعني. طب اديني جه وقتها. يلا يا دكتور بقى، الكومن اللي يزد في الكلينيكال مين؟ طب انا اسالك سؤال، هو الموضوع مهم ولا عادي؟ لا مهم. السبب ليه؟ لان الكومنست كوز اوف ديث للانكا اسوسييتد فاسكولايتس هو الانفكشن بالبي سي بي نيمونيا، عشان كده الموضوع مهم. طيب الاساس انت هتدي مين يا دكتور بقى؟ الاساس حضرتك هتدي مين؟ شاطر، برافو عليك. بص يا دكتور، الرخيص احسن، اللي هو مين؟ اللي هو الكو تراي موكسازول، تراي موكسازول، اللي هو تراي ميثوبريم وسالفا ميثوكسازول. جرعتك كام؟ يلا برافو عليك، قول لي كده. يلا يا دكاترة، مين يقول؟ يا دكاترة، طب أقول أنا، جرعة السترين كام لو أنت عندك طفل صغير؟ ها بص يا دكتور، السترين ده أو الكوترايموكسازول موجود في السوق خمسمية بصورتين، موجود في السوق بصورتين يا دكتور إيمان. طيب حاجة اسمها دي إس، اسمها دبل سترينث، يا إما إس إس اللي هو سنجل سترينث. دبل سترينث يعني ايه يا دكتور؟ دبل سترينث يعني ايه؟ يعني 160 مللي جرام من التراي ميثوبريم و800 من السلفا ميثوكسازول، السنجل اقسم على اثنين. طب انت بص يا دكتور، انا مش هزعلك، قول لي الجرعه واخلص. كوتراي موكسازول كام؟ بص يا دكتور، يا اما جرعه من الدبل سترينث ديلي او سنجل سترينث ديلي، برضه الاثنين افكتيف زي بعض. بس الخوف من حبيبنا ده في ايه يا دكتور بقى، من الكوتراي موكسازول ده؟ برافو عليك، يلا قول لي مين شاطر؟ ها الفا برافو عليك، ايوه، انه بيعمل سكين راش يا دكتور، وبون مارو سابريشن يعني بيعمل نيوتروبينيا، ويرفع الليفر انزيم مش مهمه، وجي اي تي ابسيت مش مهمه. فقال له بس الخوف من السكين راش يا دكتور. قال له يبقى لازم في بديل بقى. مين شاطر يقول لي البديل؟ مين شاطر يقول لي البديل يا دكتور للتراي ميسوبريم؟ بص يا دكتور، دابسون جرعتك كام؟ 50 مللي جرام توايس ديلي. طب ما في منه 100، يبقى 100 وان تاب بير داي. طب بص يا دكتور، المريض قال لك انا باخد ادويه كتير، كورتيزون وسايكلوفوسفامايد و50 الف حاجه. قول له بص، انا هديك شمه، هديك شمه عدنيه، تنبول اسمه ايه ده بقى؟ اسمه انهيلد بنتا ميدين، بيتاخد بالنبولايزر ده كل كام؟ كل شهر. جرعتك كام؟ 300 مللي جرام. بح خلاص، مركزين يا دكاترة. طيب معلش اخر حاجه ده عشان ايه دكتور؟ نفسه برضه انت بيوتك ولا ايه؟ ايوه، ما احنا بنتكلم على البروفيلاكسيس اجينت البي سي بي، ثلاثه، يا كوترايموكسازول، اسمه بنتا ميدين، بيتاخد انهاليشن نوبولايزر على فكره، بس على فكره ليه سايد افكت، ممكن المريض يهوز شويه، مفيش مشكله يعني، يهوز يعني. طيب طبعا انكريز انسيدنس اوف مالجنس سبيشالي اليورينري، عشان كده انت بتعمل يورين اناليسيس كل شويه، وتطلب من المريض اليورينري سيدمنت كل كام؟ كل شهر، طول ما هو ماشي على الميثوتريكسيت. طيب الغريب انه بيستخدم في علاج الانترستيشال بالمونري فايبروسس، لكن هو بيعمل نيومونايتس وانترستيشال بالمونري فايبروسس كاردياك. دي مهمه، تخاف من مين؟ من الاولد ايج يا دكتور،
الناس اللي سنها كبير واسبيشالي اللي عندهم بريفيس اتاكس للسوبرا فينتريكلر اريزم زي مين؟ اترال فيبريليشن. حلو كده. امال ايه ميه دي؟ بيعمل سياده سندروم. مش مهم، انا شرحتها قبل كده لكن الكلام ده مش مهم. بقينا تكتين في السايكلوفوسفامايد يا دكاتره. هل يستخدم السايكلوفوسفامايد في الرينال او الهيباتيك امبيرمنت؟ بص يا دكتور عمياني كده، تقلل 25% من الدوز. طب لو المريض على دياليسيس، على دياليسيس تعمل ايه؟ تديله تاني يوم او بعد الغسيل. ليه؟ ليه؟ لانه بيروح مع البرسيل. لا ليس دايزابول يعني بينزل في ايه؟ في الغسيل. خلاصه السايكلوفوسفامايد عشان اقول لك تكتين ونروح للاي في الروماتيك ديزيز. بص يا دكتور، الدكاتره النواب حبايبنا، الميكانيزم اوف اكشن انديكيشن دي اسئله نظريه. جرعات السايكلوفوسفامايد في الاي في كام؟ طب والاورال كام؟ مع السايكلوفوسفامايد اي في نركز على ثلاثه ونقول للمريض فكرني بثلاثه. نركز على مين؟ على السي بي سي، برافو عليك، على الكونتراسبشن، على الهيموراجيك سيستايتس، حتى تلاقيهم ثلاثه سي بالصدفه يعني. والثلاثه التانيين الانفكشن على راسهم البي سي بي والماليجنسي، والتانيين اسمهم رير سايد افكت اللي هم البالمونري، وبعد كده الهارت، وبعد كده سياده سندروم. لو في رينال او هيباتيك امبيرمنت بتقلل الجرعه بكام؟ 25% يعني ربع الجرعه. لو بيغسل تديله ولا لا؟ ياخد بس تاني يوم الايه؟ تاني يوم الغسيل. ده دكاتره بالنسبه للسايكلوفوسفامايد ان شورت. جرعاتك اورال كام؟ 1 ل 2 مللي جرام بير كي جي. الماكسيمم كام؟ ما تتعداش 200 مللي جرام. اخر نقطه بس للناس المسافرين، او لو انت بتعلق السايكلوفوسفامايد في المستشفى. السايكلوفوسفامايد يا دكتور في صوره باودر، قول لي بتفك الباودر ازاي؟ واحد بقيت لي على الـ على الـ على البتاع ده الشات بيقول لي بطل رخامه. طب حاضر، الباودر ده بتفك ازاي يا دكتور؟ يلا قول لي شاطر. ها شوف، كل 100 مللي جرام من السايكلوفوسفامايد، خلي بالك، يتفكوا في 5 مللي نورمال سلاين. دكتور ايمان تقول لي بس احنا بندي 500. شاطر يا دكتور ايمان. اذا كان ال 100 بتفكهم في 5، يبقى ال 500 نفكهم في كام؟ يعني 100 100 100 100 100، يبقى نضرب دي في 5 صح كده؟ مساج يبقى في 25 مللي من 500 النورمال سلاين. طب لو انت بتدي 1000 مللي جرام اللي 1 جرام، تضرب في كام؟ تضرب ال 5 دي في 10، يعني 50 مللي نورمال سلاين. طب وبعد كده تهشكه بعنف. ليه؟ لانه سايكو، عشان تفك الباودر دي وتكون كلير. وبعد كده تحقنها في 9 من 10 نورمال سلاين. الديوريشن كام؟ الديوريشن الانجكشن كام يا دكاتره؟ يلا شاطر، شوف شوف، من ال 30 up to 2 hours. طب والنص كام؟ ساعه. خلي بالك على فكره بيعمل allergic reaction عادي يعني، ما فيش مشكله. طبعا بيعمل شويه ترجيع، ندي حاجه اسمها اودانستيرون لوزفران. بح خلاص. اي سؤال في السايكلوسوميد يا دكاتره؟ ها عفوا يا دكتور، دكاتره، ليه دكتور في الانفيوجن، بيدوا باراستامول؟ لا اشوفها الباراسيتامول مش مكتوبة في مكتوب. البروكوشنز يعني. لا هو ديكساميثازون معاه، وانا هشير لكم، ممكن اعمل لكم شير للبروتوكول على فكره، يعني البروتوكول بتاع يا ال ريت يا حاضر والله ابعت لكم انا البروتوكول، هو المفروض انه عندي يعني. ثواني كده، اي مين عايز يسال يا دكاتره؟ عفوا دكتور محمد، اتفضل. جرعة الدبسون لأني ما سمعتش ده تعليم. الدبسون يا اما 50 واحد في 2 يا 100 مره واحده في اليوم بس. انا هبعت لكم البيبر بتاعت الريجيم دي، حاضر هبعتها لكم على انا هكتبه عشان ما انساش، هبعتها لكم على الجروب بس بعد ما اخلص. حاضر، بالنسبة هبعت البيبر للإنهيلة، بتاع البروتوكول. بالنسبة للإنهيلة بندي بنتاميدين انهيلد 300 مللي جرام، بيتاخد على النيبولايزر جلسه واحده بس في الشهر. جلسة. طيب تمام، شكرا. حياكم الله. بروتوكول اوف لو سايكل سمحت يا دكتور، هو يا الوزن نعم. بيتعلق
المزنة بتعلق منفصل لوحده عن السيكلوفوسفامايد صح؟ المفروض انه يتعلق منفصل بعيد عن السايكلوسوماد عشان الانتر اكشن، لان ساعات هما طيب الاثنين بيعملوا. يا نعم اتفضلي. اتفضل بسمع حضرتك. لان هما ساعات، ودي مكتوبه، انه بيحصل انتر اكشن بينهم ويحصل سكين راش للمريض. لكن سؤالك ايه بقى؟ قولي لي. إيه لو كاردياك بيشنت وكل واحد بنديه لوحده مثلا، إيه كده هيبقى لود كبير قوي على في الهارت ان الحاله هو دي، ياخد في الحاله الفلود دي، دي؟ لا لا لا، هو بس ثانيه واحده، احنا ده انا قلت مع الهارت والرينال بندي فلوزامايد، وتذكر في الكاردياك بيشنت الخوف مش من الهارت فيلير، الخوف من الاريزمياز. يعني هو هياخد كمية الفلويد دي كلها، كمية المزنة والسايكلوفوسفامايد واللتر اللي بياخده في الأول والسايكوسوماتيك عشان الهيدروشن. بس لا لا لا، الهيدريشن هتقل شويه، بس الفكره ان احنا بندي معاه فلوزامايد، ده المكتوب مع المريض اللي عنده هارت فيلير. تمام، شكرا.